أخبار اليوم. 8 مايو عيد الأب المصري، كل عام وكل أب مصري بخير وسلام وصحة، تقديرا واعتزازا واحتفالا بدور كل أب بقدر المزيد بأنواعه. دفع بيده عجلة السلام بين مصر وإسرائيل، مؤكدا أن تحقيق السلام مطلب شرعي لكل إنسان. وقع اتفاقية السلام في تنزيل عام 79 وحصل على جائزة نوبل للسلام، فاستحق أن يلقب ببطل الحرب والسلام. ويسر منظمة الأمم المتحدة للفنون أن تمنح له درع الأب. درع الأب بطل الحرب والسلام للسيدة الفاضلة جيهان السادات، للرئيس الراحل محمد أنور السادات. تحية كبيرة جدا للرئيس والسيدة جيهان السادات.